عاد لو كنت عارف لنا بالجمعية نتاعك والنشاط نتاعك. صح، احنا من الجمعية، احنا الشركة، شركة يوسف للتنمية. شركة يوسف للتنمية تبعثت في فيبريا 2011، ولحد الآن شركة يوسف للتنمية حققت برشا نجاحات. للأسف اللي ينجح في عوض يعاونوه ويكرموه يتلهوا به ويقلقوه ويحاولوا. نوعية الخدمات اللي تقدموا فيها؟ خدمات تنمية تعاونية، شركة يوسف للتنمية تقدم الحرفاء بطاقات تنمية تعاونية بمقابل، على أساس أنه في أجل معين يجي يتمتع بمنحة استهلاك، مع تمكين الشركة من معلومات حول تصرفاته كمستهلك وحول حاجياته كمستهلك. ويوسف للتنمية المعلومات هذيك تستثمرها في عدة مجالات، وباش تدخل منها المداخيل باش تبعث في شركات أخرى، باش تواصل النشاط نتاعها، باش تفيد تعهدات. هي سر المهنة. أولا أنا نحكي على أنت، هي حاجة جديدة فعلا ولكنها بسيطة جدا. أنت باش تشري من عندي بطاقة، بطاقة تنمية تعاونية، وأنا الالتزام تاعي أنه في الأجل المتفق عليه مسبقا نجي نمكنك من منحة استهلاك. المنحة البطاقة، ثمن البطاقة ومنحة الاستهلاك يتراوح من أثمان مختلفة، والمنحة تتراوح من كيف مبالغ مختلفة حسب ثم جدول هو اللي يحكم في الناس كل. والحريف يجينا بكل تلقائية، مطلوب منه أنه يتعاقد معنا مقابل 30 دينار في السنة، ثم يختار حسب الإمكانيات وحسب المعلومات اللي باش يمكننا منها حول التصرف كمستهلك وحاجيات كمستهلك، يا شوف البطاقة اللي نجم ياخذها. اي معناتها اي حسب فما تعرف انت فما فلوس تجيك كل مره تعطي العباد الفلوس هذيك تخدمهم هكا، وكل مره الانتيريس هذاك ترجع العباد حسب القيمه. احنا ما نحكيوش على الانتيريس، ماناش بنكا وماناش انا قلت لك انا ثم معلومات تجي من خلال المعلومات اللي ناخذها انا من عند المستهلك. سامحني انت، انا كنت حكيت مع المحامي نتاعك قالت لي هو الفلوس هذه يستعملها في مشاريع عقارات، بعد فلوس رجع لنا جزء من الفلوس هذيك. لو كان تعطينا على الاقل لمحه المشاريع اللي قاعده تعمل فيها جمعية. مشاريع لحد الان عندنا مشاريع صغرى واقف عليها ناس مختلفه، عندنا مشاريع تجاريه، عندنا مشاريع حرفيه كصناعه الحلويات، عندنا تجاره الملابس الجاهزه، عندنا محل العطورات ومواد التجميل، عندنا مختلف مشاريع صغرى. وتوا بعثنا ثلاثة شركات أخرين، واحدة في قطاع السياحة والترفيه، واحدة في قطاع البعث العقاري، واحدة في قطاع الخدمات المساعدة من حراسة وتنظيف. إذا وين المشكلة؟ شنو هي التهمة توجهت لك وقت التنميق؟ التهمة توجهت لي أنهم شكوا في أنه نقوموا بنشاط مصرفي. هذه التهمة شنو؟ بينا أنه احنا ماناش مؤسسة مالية ولا مصرفية، احنا شركة تنمية، شركة تنمية تعتمد على الحرفاء نتاعها، وقد ما يتكاثر عدد الحرفاء نتاعنا قد ما نتمكنوا من ترويج المعلومات وقد ما ناخذوا فلوس باش نحوا من المنحة نتاعها. لكن سامحني عادل، فما برشا أمثلة اللي سامحني معناها ثم تحايل يقولوا في الشركات هذه، هل أنه قانونيا أنت تاخذ فلوس معناها من الناس؟ جوست الاطار القانوني للشركه في تونس موجود فصل قانوني يعمل يعني حتى هي شركه تجاريه، هي تنجم تحطها شركه تصنفها في شركه تجاريه. التجاره نتاعنا هي المعلومات المستهلك اللي احنا المعلومات هذيك نستعملوها باش نعملوا سيت انترنت ونبيعوا مثلا في لوحات إشهارية، نستعملوها في نصح المصنعين حسب معناتها المعلومات اللي نفهموها على منتوج معين، انه باش يغير المنتوج نتاعو ولا الامبلاج تاع المنتوج نتاعو. يعني هي الفكرة جديدة في تونس معمول بها، راهو في الخارج معمول بها في الخارج، كل احنا تو نسناها ومعناتها طبقناه على الواقع نتاعنا. ما تنجمش يكون في 50,000 حريف ولا حتى 100 حريف هكاهو، ما تنجمش كل واحد تحكي له هاو هاو. دوك الحريف كسب عنده ثقه فينا، يجي يشري البطاقه نتاعو، عنده اجل باش يجي ياخذ منها نتاعو. انت قلت لي بكريكا الناس عارفين كيف المدين، قلت بطاقه تنميه، احنا المنتوج نتاعنا اسمه بطاقه تنميه. احسن
المنتج بتاعنا اسمه بطاقة تنمية تعاونية. وإذا كان معناش مش معناتها راهو جات حاجة جديدة. إذا كان بعد ينجم يكون فما إطار قانوني جديد يتماشى مع وضعيتكم؟ ينجم، علاش لا؟ علاش لا؟ إذا كان شركة ناجحة وتساهم في التشغيل وتساهم في بعث مشاريع جدد وتساهم في رفع الطاقة الشرائية نتاع المواطن البسيط وتساهم في التنمية داخل الجهات، فلما لا؟ إذا كان مصلحة البلاد ككل في جزء منها أو ككل تلقى أنه الشركات هذه ولا الشركة من نوع شركة قسم التنمية تساهم في الدولة الاقتصادية وتساهم في فض برشا مشاكل اللي احنا نعانيو منها تو، خاصة بعد الثورة، بطالة، تضخم الأسعار، معناتها برشا مشاكل. إذا كان الشركات هذه ولا الفكرة هذه تساهم في فض بعض المشاكل في جزء منها أو في كلها، فلما لا؟ لا يعرف والله، جوست حبوا يسألوا إنه في حالة هي توقعت ما بينك وبين البنك سنترال، في حالة أنت ربحت القضية طول يوم، يعني أنا في حالة إذا كنت خسرت القضية القضية ما الناس باش نخسرها بإذن الله. واحد مع واحد اثنين، والقضاء شنو هو دوره؟ هو باش وضحنا احنا، وضح البنك المركزي وجهة النظر نتاعه والتهمة نتاعه، أصلا هو التهمة في الأصل هي إسناد قروض، احنا ماناش نصدروا في قروض. بينا هذا وبيحاول الدعم ثم كان الخير. معناتها فلوسهم مضمونه؟ هو مضمونه فلوسهم، سواء معناتها الشركه موجوده ولا غير موجوده، فلوسهم مضمونه، وهما متاكدين من الشيء هذا، لانه الشركه عندها اصول، عند المشاريع نتاعها عندها مداخيل تمكنها من الوفاء بتعهداتها مع الحرفاء. وبالعكس احنا السيت اللي عندنا توا قرابه 500,000 قصير اليوم، يعني تو باش نتلاقوا بالجانب هذا باش تشوف المداخيل معناتها كبيرة إن شاء الله، اللي تمكننا صحيح بالوفاء تاع عهداتنا في جهة الوفاء، والأكثر أنه بعث مشاريع جدد وبعث مكاتب في الجهات. سامحني سعاد، أنت تقول لك في النوع هذا نتاع الشركات، وإلا أنت واحدة معناتها عرفت معلومات أو نوع نتاع الشركات، عندك حاجة في الفكرة كيف نفهم بالضبط؟ وأنا تكويني في التصرف والاقتصاد، ثم في التجارة، عندي دراسات عليه في التجارة، ثم دراسات معمقة في التأمين، ثم أنا من صغري تاجر إلى جانب التكوين العلمي، وأني نعيش زادة في وسط المواطنين، نعرف شنو هو مشاكلهم ونعرف شنو هو حاجياتهم، وكما يقولوا الحاجة هي أم الاختراع، فبناء على دراسة أو احنا راهو نخدموا عن منظومة إعلامية تخدم، مش معناتها حك راسك هكا، معناتها عملية منظمة مدروسة محسوبة ما فيهاش معناتها اي خلل بحول الله. سامحني عادل، قد اكثر مشترك قديش تدفع في الشركه؟ خاطر نحن شفنا فما 50 فما 100. هو راه ثم غلطه معناتها الناس كل حاصله فيها، احنا البطاقات الثمن نتاعها يتراوح من 55 دينار حتى 250، لكن المبالغ الكبيره هي تم حتى 250 دينار ولا 250؟ 250 دينار. المبالغ الكبيرة تنجم أنت في عوض باش تشري بطاقات لك أنت وحدك، تشري لعائلتك، تشري لزوجتك ولا لأقاربك، يعني كان أنت تشري للمجموعة كاملة. فذاك علاش عملنا كيما تمشي مثلا في مغازة يقول لك كان تشري دبوزة شامبو راهي ب 5,000، كي تشري زوز راهي باش تولي ب 8,000 الزوز، فهمت؟ يعني هذه العملية بقى من كل، مش كل التفاصيل كل باش نعطيوها للحرفاء ولا باش نفهموها ونبقى كل واحد نحسبوا له ونبينوا له واحد، فهما واصلا هو ما هو مش كنت الوحيد الحريف انه هل عنده ثقه ولا ما عندهش ثقه.